بايرن ميونخ تشيلسي، وين شاهدنا كيفاش انتهت المباراه، انتهت باهداف كثيره، وين شاهدنا كيفاش ليفاندوفسكي فوسكي اللي سجل في الدقيقه العاشره، شنا ايفن في الدقيقه 24، شنا كيفاش نقولوا باللي الهدف الثالث الرابع، وين شنا الهدف الثالث نقولوا فيليب، نقولوا باللي اللي سجل الهدف يعني الهدف الرابع ليفاندوفسكي. يعني كانت المباراة وين كانت سيقة، شاهدنا كيفاش رغم أن نيير وين أنقذ المرمى تاعو، وين شنا كيفاش هانيرز المدرب اللي دخل بخطة 4-4-2-3-1، يعني نقولوا باللي كانت تكتيكية لومبارد اللي دخل بخطة 4-4-2، يعني كانت نقولوا دافيد ألبا شنا كيفاش توليسيون اللي سجل الهدف، شنا كيفاش دافيد ألبا، شنا فيليب يعني اللي سجل الهدف، شنا كيفاش ليفاندوفسكي اللي سجل في الدقيقة 83، يعني أربع أهداف كانت كثيرة مباراة، وشنا تيمي اللي سجل في الدقيقة 44 تقليص النتيجة في الشوط الأول، شنا كالوما وين الحكم لغى الهدف تاع كالوما في الدقيقة 28، شنا كانتي، شنا ماسون، شنا جيرو، يعني كانت مباراة كانت شيقة، مباراة اللي نقولوا باللي كان ضغط كبير، شاهدنا كيفاش 60% نسبة استحواذ البايرن ميونخ، تشيلسي 40%، يعني التمريرات وين كانت 500 تمريره بالنسبه للبايرن ميونخ، تشيلسي 316 تمريره على ما توقع 316 تمريره، يعني كانت المباراه نقولوا باللي اليوم وين نقولوا باللي البايرن ميونخ دخل بدون مقدمه، بايرن ميونخ دخل من اجل الفوز فقط. دخل من اجل الفوز، ضرب بقوه، عرف كيفاش يفوز، عرف كيفاش يقدم مباراه، الشوط الاول كان شيق، الشوط الثاني كذلك، وين نقولوا الشوط الاول كان تاع لاعبين وين سجلوا، شنا الشوط الثاني كان تاع مدربين، التغييرات اللي دارهم وين فيليبي اللي دخل ثاني كذلك، التغييرات اللي دارهم المدرب وين جابت كما يقولوا حنايا جابت كانت ورقه رابحه كما تكلمناها، كانت ورقه رابحه رغم ان تشيلسي ما شناش دار تغييرات مبكرا، وين لومبارد ما دارش تغييرات مبكرا، وين انتظر لومبارد انتظر كثيرا من اجل تغييرات، وين نعرف بلي المباراه وين هذه هي بايرن ميونخ بالاداء تاعه، بايرن ميونخ بالمستوى تاعه، وين دائما وين يقدم مباريات كبيره، بايرن ميونخ دائما وين نشوفوا كيفاش يلعب بقوه، يلعب داخل ميدانه خارج ميدانه، وين نقولوا دائما نقولوا بايرن ميونخ السكوت اللي ساكته بايرن ميونخ ماهوش سهل، سكوت من اجل الفوز، سكوت من اجل الذهاب بعيد بخطى ثابته بدون زاديت، نقولوا بدون زاديت، كل نقولوا كاع الناس كانت بالك ناسيه بايرن ميونخ، لكن بايرن ميونخ يمشي بخطى ثابته للامام من اجل كسب مباريات، من اجل بدون كما نقول لك احنا بلاسكا، يمشي بدون بخطوات ثابته، بدون بالهمزات فقط، يعني نقولوا باللي اليوم وين بايرن ميونخ قدم مباراه وفاز على تشيلسي بالاداء والنتيجه، هذا هو دور ابطال اوروبا للتشامبيونز ليغ في الدور 16، بايرن ميونخ يفوز على تشيلسي بالاداء والنتيجه، صحيح.